الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا، رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لم يبين من الخالق لكنه معلوم، فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بالكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس، وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل، أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟ اللهم سعد. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر: الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أنا أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري به، اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة،
ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب يا أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هكذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر. الصلاة بدنية لكنها فعل، الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوانا أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب في إيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرشا واحدا، بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتر. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق الرقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه،
يقول هذا استحسان بغير محله لأنه مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك.